فيش فيه السيرتيفيكتس اللي هي ممكن تحقق كل حاجه. ولكن ويمكن دي ما كانتش عندنا كفرصه واحنا بنتعلم زمان ان احنا ناخد سيرتيفيكت ريكوجنايز. يعني لما اقول انا فيلو اوف ذا امريكان اكاديمي اوف امبلمنتس دي، ده في امريكا معترف بيها، ده في انجلترا معترف بيها، ده في اوروبا، ده في الدول العربيه معروفه. ففي الحاجات الكبيره اللي في هذا النمط مش كتير قوي. بالنسبه لامريكا يمكن من اشهر واقدم السوسايتيز اللي بتعمل القصه دي هي الانترناشونال اكاديمي او الامريكان اكاديمي اوف امبلمنتس. الامريكان اكاديمي اوف امبلمنتس دي بتديك فيلوشيب بعد ما تخلص البروجرام بتاعها. الميزه فيها انها طبعا احنا هنا كجامعه عين شمس، وانا سيرتيفايد بالنسبه لهم كاسوشيت فيلو كانديديت ومنتور، يعني حاطيني ان هو الاسم بتاعنا وكايجيبت من ضمن الكوتش والمنتور بتاع البروجرام ده. فهيبقى دايما عندكم مع انها بتدرس بالكامل من امريكا، لكن هيبقى عندكم حد لازم اخد سيرتيفيكت من هناك علشان ابقى معاهم سيرتيفايد ترينر ليهم هنا. لو اتكلمنا على الامريكان اكاديمي او امبلمنتس بصفه عامه، طبعا هي من اقدم الاكاديميات في هذا التخصص من سنه 51 يمكن لما انشات في شيكاغو. واحنا بنتكلم النهارده فيها 5500 ممبر يعني اعضاء من حوالي 60 دوله. لما كنا في الاجتماع بتاعهم بتاع لاس فيجاس كنت تقدر تعرف عاملين مؤتمر اللي بيتعمل انيولي، مؤتمر كبير جدا وكل اسامي الناس اللي في المهن الطب الاسنان تخصص الامبلمنتس من العالم كانوا مدعوين في هذا المؤتمر بتاعهم. وطبعا الفيلو او الممبر بتاع الاكاديمي اللي هو حضراتكم لما تخشوا وتخلصوا له كل الحق ان هو كل الاكتيفيتيز بتاعه المؤتمر يكون حاضرها كل سنه ولابد يتعمل فين. بدعوات منهم طبعا على حسابكم، لكن بدعوات منهم للحضور وهكذا. الحاجات اللي في امريكا اللي اخذت قرارات ان اللي يحصل على الشهاده بتاعتهم يعتبر متخصص في علم زراعه الاسنان. انتوا عارفين يعني شهادات الانشورنس وفي بعض الدول بتتطلب ان ما حدش جنرال براكتيشنر ما يحطش امبلانت. لازم اللي يحط امبلانت يكون واحد حاصل على شهاده معترف بيها علشان اديله اللايسنس ان هو يبقى جنب في العياده بتاعته يعمل امبلانت. من ضمن الحاجات الضروريه جدا في الامريكان اكاديمي او امبلانتس دي ان هي تدي هذه الشهاده. يعني من يحصل على هذه الشهاده هو يبقى بورد سيرتيفايد ويبقى متخصص في الامريكان كالعاده بيبقى عندهم غيره من الجامعات المختلفه لحد ما رفعوا قضايا قال لك اشمعنى انتوا يعني زي الامريكان اكاديمي اوف بيرنتولوجي. فرفعت قضيه على الامريكان اكاديمي اوف امبلانتس دي وتقول لهم اشمعنى انتوا بتبقوا يعني بتدوا سيرتيفيكت اوف امبلانتس. وبعض الولايات عرضت حاجه زي كده لحد ما اترفع قضايا كتير في هذا الموضوع، وكل مره كانت بتكسب بالامريكان اكاديمي اوف امبلانتس للقضيه انها تبقى سيرتيفايد سبيشاليزد كورس في الولايه الفلانيه. لان عندهم طبعا في امريكا الولايات زي الدول، فلازم علشان تاخد اللايسنس بتاعتك في ولايه الريجنال مثلا بتاع تكساس والساوث ويست او الساوث ايست لازم تبقى بتمر بقضيه علشان. لكن هم الحقيقه كسبوا كل القضايا اللي بتخليهم وريسنتلي كان بيتكلموا في 2016 يعني يمكن الكلام ده من بدايه السنه اللي هم dentists across the state of Texas won the right to let patients know that dental practice specialty as a result of decision by the United States District Court last week patients seeking dental implant care can now find an implant dentistry specialist. يعني كان هدفهم ان يبقى العيان لما يخش كده ويعمل ريسيرش على دنتال امبلانت سبيشالست ان ذا ريجن اوف تكساس اللي بس اللي يظهر هم الناس اللي سيرتيفايد من الامريكان اكاديمي اوف امبلانت دنتستري في الكورس اللي هو الماكسي كورس اللي انتوا بصدد دلوقتي. طيب هو الماكسي كورس ده موجود في مصر، احنا ليه عملنا الابروتش للجماعه دول؟ ويمكن محمود كان عارف هو والجمعيه العربيه كان في صعوبه جدا ان هم يقولوا يعني معنى ايه مصر دي، احنا مش محتاجينكم في حاجه خالص. لحد ما رحنا في المؤتمر بتاعهم بتاع فيجاس السنه اللي فاتت وقابلنا الراجل المسؤول اللي هو شانتر اللي هو هيجي لكم في المحاضرات، وقلنا له احنا الحقيقه يعني عايزين مصر تبقى على الخريطه العالميه بتاعت البرنامج ده. زي ما انتم شايفين هو موجود
في حتت كتيره طبعا في امريكا ونورث امريكا وفي كندا زي فانكوفر واماكن كتيره مع اتفاق مع جامعات ثانيه جوه امريكا. تيجي على ناحيه بتاعت افريقيا تلاقي مفيش خالص، يعني يمكن احنا هنبقى اول دوله ان شاء الله في هذا الموضوع. السعوديه فيها، تركيا، ايطاليا، في اوروبا، حتى اوروبا زي ما انتم شايفين مفيش، مش منتشره فيها. بتخش على ساوث كوريا واليابان هتلاقي فيها برضه الكورسات. يعني اذا الماكسي كورسز منتشره ولكن بشكل مش كتير، لان هم مش الغرض منهم ان هم ما يعملوش انتشار على كل الدول، لكن هم عايزين الحتت اللي يقدروا يعلموا فعلا الناس فيها البرنسبلز اوف. ده موجود في 5 جامعات في امريكا، 17 دوله اللي انا وريت لكم الخريطه بتاعتها. زي ما اتفقنا سيرتيفايد بورد وفالو، البروجرام بيدي لك سيرتيفيكت بتاعت البورد والفالو بعد كده، وتاخد سيرتيفيكت مجمل ساعات الكريدت اوز بتاعتها 300 ساعه فروم ذا امريكان اكاديمي اوف بيزنس. دول لوحديهم شهاده، يعني يكون عندك 300 ساعه كريدت اور حصلت عليها ومن الامريكان اكاديمي اوف بيزنس. ده في حد ذاته يعني لو عايزه في شغل، لو عايزه في ابلكيشنز، لو عايزه في عمل، حاجات كتير قوي تاخدك على ال 300 ساعه دول. طبعا اغلبيه الكورس بارتيسيبنت شود باس الفيلو اكزام، وهيكلمكم عنه الدكتور والدي متهيألي ان هو مر بالكلام ده. هم 5 موديولز على 36 سيشن. ده بعض الاماكن اللي موجوده فيها مع بعض الجامعات المعترف بيها زي فانكوفر وزي اوغوستا يونيفرستي بتاع جورجيا ولوما ليندا يونيفرستي في ال اي. كل دول عندهم زي جامعه عين شمس كده الماكسي كورس سيرتيفيكت اللي بتطلع شكلها بيبقى عامل كده تقريبا، وواضح فيها 300 ساعه. ان شاء الله هيبقى الايجيبشن سيكتور بالتعاون مع كين جوه الهيد اوف ذا ستادي جروب اللي هم هيبتدوا يجوا زي ما اتفقنا. هم الميزه في البرنامج ده ان هو بيجوا كلهم الامريكان بيجوا يقعدوا 6 ايام الاسبوع هنا، يبقى الموديول مدته حوالي اسبوع او 6 دايز. 6 دايز الشغل فيه بيبقى من الصبح من الساعه يمكن 8 9 صباحا لحد الساعه يمكن 5 بعد الظهر. الميزه فيه ان هو كوندنس، يعني هو مجرد الست ايام وشغلك ما بتعطلش. بعد كده تقدر تروح شغل بعد الظهر عادي ويومك يمشي عادي. بعد كده الموديول اللي بعديه اند سو اون لحد ما يمر حوالي ما بين 8 6 او لحد 8 شهور ممكن الموضوع ده يتخلله. طبعا زي ما هنشوف حاجات كتير من العمل ده لما حطوا مصر يعني اوفيشالي مع الدول اللي فيها الانترناشونال ديستريكت زي جابان وزي ساوث كوريا ونيدرلاند وسايبرس نيكوسيا. ده برضو لما حطوا اسمنا على الترينرز، او لو عايزين اي استفسارات اي حد في الريجن ده بالنسبه لمصر يبقى بيتصل بيا انا كواحد من الريبريزنتيفز بتاع الامريكان اكاديمي في منطقه الشرق الاوسط. ده لما كنا في الميتنج الاخير بتاعهم. وفي طبعا دكتور هشام اللي في النص ده يعني من الناس اللي هم سيرتيفايد او فالو وكمان تيتشر معاهم، مش كده؟ فاحنا بنحاول برضه ان هو يبقى جزء من البرنامج بتاعنا. هو عنده حوالي 4 5 عيادات في امريكا هشام، بجانب ان هو بيلف معاهم يدي الماكس كورس في حتت كتير. بريزدنت ديستريكت اهو. وبريزدنت تاني ديستريكت؟ مش فاكر حته واشنطن، مش فاكر. منطقه واشنطن، صح واشنطن فيرجينيا. طبعا لو جينا اتكلمنا على الاسعار نلاقي ان بالنسبه للانترناشونال فيز بتاعت الماكسي كورس اللي موجود في ال 17 دوله اللي انا حكيت لكم عليه في كل حته في العالم نعتبر احنا هاف برايس 50%. يعني كمثال اقرب واحد لينا هو السعوديه، مش كده؟ السعوديه بكام؟ 16,000 دولار. هو نفس الكورس؟ نفس الكورس. بس طبعا احنا عشان من غير ده، طبعا احنا عشان نعمل العرض ده انا مش عايز اقول لكم، يعني احنا لعبنا دور كبير جدا مع البريزدنت بتاع الامريكان اكاديمي هناك، قلنا له مصر مختلفه جدا ما تقصش. قال لك وازاي انا اعمل واحد، ده انت كده هتخلي كل اللي في السعوديه يجوا عندك. ما هو مش منطقي ان انا ما بين فرق ساعتين سفر
في حته ونعمل واحده $16,000 ونعمل واحده $8,000. فالقصه احنا قلنا لهم احنا بالنسبه لنا احنا هنيجي على الحساب الفيز بتاعه الاورجنايزيشن والجامعه. يعني انا حسبت ازاي؟ قلت الجامعه احنا عندنا المكان مش بنأجره، الدكاتره موجودين، العيادات موجوده، بس احنا عايزين نحط نفسنا على الريبيتيشن العالمي ان احنا يبقى الماكس كورس يتعمل في مصر. دي كانت مهمه بالنسبه لي. فانت هتاخد كام يا عم؟ تعالى انا هاخد كذا. خلاص يبقى احنا مش عايزين الفيز بتاعتنا، هنشتغل كاننا يعني متبرعين، وفي نفس الوقت المين فيز هتروح للجانب الامريكي وبياخدوها طبعا على طول، ووافق على هذا الموضوع. وقلنا احنا لو بدينا بالبرنامج بالمنظر ده ونجح، ممكن في الموديولز اللي جايه ان شاء الله نخلي السعر يتحرك، لكن لان طبعا مش هينفع نشتغل على طول يعني من غير اي مقابل يعود بالنفع او بالعائد على تجهيز عيادات او ما شابه ذلك. فبالتالي احنا السعر اللي انتم شايفينه ده، طبعا السعر ده كان معمول من سنه. واحد يقول طب هو السنه ده الدولار كان بكام وبقى بكام؟ كلام صحيح، ما هو احنا كلنا بنمر بالظروف دي، ولكن برضو من الحاجات اللي احنا ساعدنا فيها ان احنا نثبت ريت بتاع الدولار عند 15 جنيه. اذا كان هو النهارده 20، لا يبقى نثبت ريت عند 15 عشان ما نبقاش تحت رحمه اللي طالع نازل. طبعا 15 دي تخسر برضه، لان انا لو اقول لك النهارده انت هتدفع بالدولار ب 15 تقول لي ده دفع دلوقتي، لان اوريدي اللي هتدفعه دلوقتي ده اقل 5 كام في المية بقى من السعر اللي هو بتاع البنك برضه. ولكن احنا اتفقنا على كده تشجيعا برضه لاول باتش بتاعت المشتركين. ف زي ما اتفقنا هيبقى الزياده بقى في الكلام ده كله ان عامه الماكسي كورس ملوش دعوه بالامبرنتس اللي انت هتحطها. هو دكتور محمد كان هيوريك بعد كده ان انت يو هاف تو بروف كيسز عشان تاخد الفيلوشيب، تعمل لها برزنتيشن دوكيومنتيشن بطريقه معينه. لكن احنا هنا كمان انكلودد في السعر ده 10 امبرنتس. 10 امبرنتس دول كوست برايس النهارده امبلانت ابارتمنت بروستاتيك بارت 2500 امبلانت. تضرب 2500 في 10 كام؟ ادي 25000 جنيه راحوا مجرد حاجات انت هتحطها بايدك في الزراعه في العيادة. طبعا واحد يقول طب انا عايز احط 20، تحط مالناش دعوه، احنا مغطينا في 10. عايز تكفر انت ال 10 جنيه واحنا ندي لك الفاسيلتي بتاعت المكان والعياده والسوبرفيجن والكلام ده، فاهم؟ لكن هي مطلوبه، لان انت لو عملت الكلام ده ستيب انت بتطالب انك انت تقدمها زي ما الدكتور محمد قدمها في الامريكان اكاديمي عشان تحصل على الفيلوشيب. فاذا انت هنا في البرنامج ده بتتمتع ببرنامج قوي جدا ساينتفكلي. الكريكلم بتاعه زي ما هنشوف كده من غير دخول في التفاصيل، لكن بياخدك من اول انتروداكشن دايجنوز تريتمنت بلاننج لحد ما يخش معاك في اناتومي والهيستوري اوف امبلانت دنتستري، البايو ماتيريالز بايو ميكانكس بتاعت الزراعه، يعني الامبلانت دي متصنعه من ايه، ويعني ايه السيرفيس تريتمنت بتاعها، والديزاين الماكرو والمايكرو ديزاين، كل الكلام ده في الموديول الاولانيه. ثم تخش بعد كده بقى على كيسز وكونفدريشن بتاع الامبلانت موداليتيز نفسها، وسيرجيكال انستراكشنز وبري سيرجيكال بلاننج والدايجنوزز والراديوجراف، حته كبيره جدا على الراديوجراف سواء كون بي ام سي تي او ما شابه ذلك. دخلت في السيرجيكال برنسبل بقى في موديول 3، وبعدين موديول 4 البروستاتيك بروتوكول والبروفيجنال ريستوريشن والبون جرافتس والممبرينز والساينس ليفتنج، وازاي اخد سنتيزيال جرافت واخد دريمس جرافت وسايت بريباريشن بصفه عامه. بون يعني هي ما هواش برنامج للبيزك امبلانت دنتستري، هو برنامج بيزك ادفانسد امبلانت دنتستري، يعني هيسيبك وانت عندك فول نوليدج اوف امبلانت من سكراتش اللي ما عندوش فكره خالص الى هاي سبيشاليزد بساينس ليفتنج و فيري ادفانسد كات كام تكنولوجي وحاجات، لحد ما نخش على ان هو بيحضرك على الاسوشيت فيلو والفيلو اكزام بتاع الامريكان. يعني هم نفسهم اللي هيمتحنوك، هم اللي هيحضروك في النهايه الى ازاي تخش الامتحان وتقوم بيه.
اذا يعني حاولوا انك انتوا تو ريجستر يور بليس. احنا متوقع ان نبتدي 5 فبراير هيكون اول موديول اللي الجماعه جايين فيه. اوريدي عندنا ريجستريشن وعندنا يعني ويتنج ليست، الناس تبتدي تعرف اكتر على الكورس، واحنا بنعمل تارجتنج اللي جوه مصر وبره مصر. فالانترستد يعني تراي تو ريزيرف يور سبوت اس ايرلي اس بوسبل. عندهم رش ان هو يزود عدد الكلاس اللي هو هيبقى فيه 1 تو 1 انتراكشن ويقدر يعلمه كويس.